احنا برضه كابتن سلام عايزين نشير برضه للساده المشاهدين ان الجوله الثانيه لكاس الامم الافريقيه هتشوفوا فيها في وجهه نظري اقوى 5 مباريات في ممكن في البطوله. اتفضل. احنا بنتكلم على بكره بدايه من بكره كوت ديفوار هتلاعب نيجيريا، مباراه قمه طبعا. الاثنين الساعه كام يا كريم؟ بكره ان شاء الله الماتش الساعه 7 كوت ديفوار ونيجيريا، بكره تقريبا بشكل يومي في ماتش قمه. بكره كوت ديفوار نيجيريا الساعه 7، يوم الخميس ومصر وغانا. مصر وغانا بكره. بكره نعم؟ مصر وغانا الخميس. بكره بكره اسف برضو 18 1 الاثنين بكره، يبقى الساعه 7 والساعه 10. طيب برضو يوم الجمعه مباراه قويه جدا جدا، مين؟ السنغال كاميرون الساعه 4، ماتش قوي جدا ما بين السنغال، لا 7، السنغال والكاميرون الساعه 7 يوم الجمعه. يوم السبت الجزائر وبوركينا فاسو الساعه 4، برضو بوركينا فاسو من منتخبات الكلاس اي في افريقيا في الوقت الحالي، وطبعا المنتخب الجزائري عايز يعوض التعادل. يوم برضو السبت بالليل الساعه 10 تونس ومالي، ماتش قمه كبير جدا جدا. ونيجي اخر مباراه بقى هتبقى يوم الاحد ان شاء الله، برضو مباراه انا بشوفها مباراه كويسه ما بين المنتخب المغربي ومنتخب الكونغو الديمقراطيه، برضو منتخب مش وحش، وهنشوف فيها مباراه كده في كويسة. 6 ماتشات كده مباريات يعني الجوله الثانيه، كوت ديفوار ونيجيريا، السنغال والكاميرون، الجزائر وبوركينا، بالظبط تونس ومالي، المغرب والكونغو، والكونغو الديمقراطيه. يعني الكونغو الغربيه منتخب عادي، لكن الكونغو الديمقراطيه منتخب قوي. منتخب قوي. الجوله الثانيه هنستمتع فيها بمباريات قويه في كاس الامم.